عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا حبكم متابعينا في كل مكان. في حد اتصل يا جماعة بيقول لي شفت تعبان داخل شجرة زيتون. طبعا يا جماعة احنا جبنا تعبان من المنطقة دي، بيقول لي قده بالظبط أو شبهه. طبعا دي هتكون كوبرا. تعالوا يا جماعة مع بعض نشوف الكوبرا دي موجودة فعلا في شجرة الزيتون ولا هربت من الراجل. فدعواتكم معانا إن شاء الله. نور حلو عيني على الجوع كله. يا سكري جبتوه؟ ما سكري يلا محمد. لو سبتها تهرب ولا تطلع؟ لا ممكن ترجع تاني. الناس تلمسها حتى بس. اي طلع من فوق. يا سلام. انا مش شايف كده حاجه. انت شايفها؟ خد ساعتي كده امسك امسك الكوره بندوخها. ساعتي. بالماسك. بالماسك. بالماسك يا ساعتي بالماسك اهو. مخها طلعت من الجحر دي. من الجحر اللي عندك؟ ده اهو لا اهي. مش هتيجي من عندك يا سعد. مش هتيجي. لا مش هتيجي. طب شدها شدها انت من عندك شدها؟ ما انا مش عايز شدها جامد عشان ما تموتش. طب المسها كده المسها خليها ترجع. ايوه اقفل ايه المسك وهدي. ايوه كده. طب ثانية فرفط انت كده من عندك شوية. سيبها من عندك شوية. سيبها من عندك كده شوية. بس مش عايزين توصل. بس فكشها. اديلها. اديلها. المسها بس بالمسك كده يا سعد. مشي البتاع ده. طبعا يا جماعه احنا كده لو شدينا الكوبرا جامد فهتموت منها. بعصايه يا سعد بعصايه. هات عصايه كده يا درش. يا زهر عندك؟ بس الله استحل. طبعا يا جماعه من اسهل الصيد الكبر اللي صدته في شجر الزيتون. طبعا يا جماعه بيبقى صعب جدا. طبعا لون الكبر مميز. ده فيها العلامه بتاع الكبر الهنديه صح؟ صح؟ الله يبص بص ايه؟ هذا هذا ترجع لك سريعة طبعا.
الكورة كلها كده في فصل الصيف بتبقى سريعة. نفس التعليم. بس شكلها حلو قوي. شكلها جميل. والله شكلها حلو قوي. أنا بقول له زي. بقول له شكلها جميل قوي. طبعا يا جماعه بالله عليكم محدش يحاول يقرب من التعابين لو مش فاهم فيها، لان الموضوع خطير جدا. شوف ده بقى ازاي بنوت. ادي معايا شكل الكوبرا. هي كده عامله نفسها ميتة عشان تهرب. فاهم؟ اه والله يعني كده كده بتتظاهر انها ماتت عشان ايه؟ انا اسيبها وهي تجي ايه؟ تهرب. يعني بص بص الولد بقى مسفوق. اه كوبر كتير، خلي بالك الكوبر في الحاله دي بتبقى خطر جدا. ليه؟ لان الواحد بص بص لان الواحد مش بيبقى متوقع رد فعلها ايه في 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 ثانيه بتلدى الراحه. بص بص ادي يا جماعه نياب الكوبري زي ما عدناكم. يا جماعه النبي التاني طبعا يا جماعه من اسهل الصيد الافاعي اللي بتبقى في شجر الزيتون، لان التعابين اللي بتبقى في شجر الزيتون بتبقى صعب جدا. وش الحاج سعد، طبعا الحاج سعد صياد محترف برده من ابو رواش، يعني هم الجماعه دول طبعا يا جماعه اللي علمون الصيد. وشه حلو النهارده عليا، بشكر حبيبي الله يخليك، بشكر الحاج مصطفى، بشكر الحاج زايد، لان هم فعلا حرسوا الكوبرا كويس، كل واحد وقف من ناحيه، والحمد لله برده ان احنا جبناها بسرعه. لو عجبك الفيديو دوس اشتراك وفعل الجرس مع مصطفى هجرس، زي ما وعدت حضراتكم كل يوم جديد.